عنه. انا اسأت التقدير في اليوم وفي الوقت اللي المفروض انزل بيه من بيتنا، كان المفروض انزل بدري شويه. دي اول نقطه. تاني نقطه، احنا هنكمل بقى الدرس، هو مين ده درس واحد، ده باكج على بعضه، ان احنا بنحسب الاوفر هيد ريت. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على حاجه اسمها فالويشن سيستم، ازاي هنحسب الكوست بير يونت، وقلنا ان انا مني محصوره في ثلاثه سيستم لحساب التكلفه، يا اما اشتغل ستاندر، يبقى احط الماتيريال بالستاندر والليبر بالستاندر والاوفر هيد بالستاندر. الستاندر ده يعني التكلفه المتوقعه بير يونت مضروبه في حجم اليونتس الليفل اللي انا المفروض انتجه. طيب والاكشوال، وقلنا الستاندر انا ما بستخدموش الا لو انا بعمل بادجيتنج سيستم، مش ان انا بعمل ديسيشن لان انا احسب الكوست بير يونت اكتر. لو انا بشتغل اكشوال يعني انا محاسب، فطبيعي المحاسب بيقيم في دفاتره الفواتير بتاعه الماتيريال بتاعه الليبر بتاعه الاوفر هيد اللي صرفت فعلا، فدي كلها بتبقى اكشوال سيستم، وده اللي بيحسب عليه الكوست اوف جود سولد الاكيوريت، وبالتالي بيطلع عليها الفاينانشال ستيتمنت بتاعته. وبرده ده مش انا، لانه ده بيحصل بعد ما بشتغل. عليكم السلام اصدقائي. لكن النورمال سيستم، النورمال سيستم كانت قايمه على شكل مزيج ما بين الستاندر والاكشوال، لانه الراجل بتاع الكوستنج محتاج انه يحسب التكلفه اللي هنبني عليها البرايسنج، او هنبني عليها قرار ان احنا نكونتينيو برودكشن ولا نعمل ستوب للبرودكشن وندروب المنتج ده من اساسه. فالقصه انه محتاج يحط استيميشن قريب قوي للواقع، فبيقول انه اقدر اكتر حاجه بيقدر يحسبها فعليا هي الماتيريال. الماتيريال الاكشوال للوحده او للبرودكشن انجينيرنج قايل انه ده الستاندر بتاع الوحده، ده اللي المفروض الوحده تاخده، فبياخد الاكشوال بتاع الماتيريال ويضربه في حجم الانتاج الفعلي المتوقع انه ينتجه بتاع الاوردر اللي قاعد يحسبه. فده الاوردر اللي هيدخل دلوقتي يتحط على المكن، بس انا بوقفه قبل ما يدخل المكن واحسب له التكلفه، فكاني بقول اكشوال ماتيريال او في الاكشوال ليفل اوف برودكشن. وفي الليبر بعمل نفس القصه، لانه الاثنين دول اقدر اجيب المعلومات من قبل ما اشتغل، لكن مشكلتي في الاوفر هيد ان انا ما بقدرش اجيب المعلومات قبل ما اشتغل، فبضطر الجا لمدير الانتاج او مهندس الانتاج اللي تحت واقول له هو الحجم ده لو ده اتحط على المكن النهارده هيكلفنا كام اوفر هيد؟ فبناء على الاكسبيرينس، بناء على الفوليوم برودكشن فوليوم اند الجادجمنت بتاعته، بيحكم او بيديني استيميشن للرقم بتاع الاوفر هيد، والرقم ده هو اللي بعتمده ان هو ده البادجت بتاع الاوفر هيد. طيب انا بقى عندي الماتيريال فعلي والليبر فعلي، بس الاوفر هيد ايه؟ بادجت. فباخد البادجت اوفر هيد واحوله، عايز احوله شويه قريب للواقع، فعشان احوله قريب للواقع بعمل له ريت للكونسمشن او للاستهلاك بتاع المواد بتاعه الشركه. الريت ده ببنيه ازاي؟ بقول الستاندرد ريت او البري ديتيرمين ريت، المعدل اللي محسوب قبل ما بننتج، عباره عن الاستيميتد اوفر هيد على الاستيميتد اكتيفيتي درايف. ما اقدرش اقول الاستيميتد برودكشن يونت، تمام؟ لسبب بسيط، انه الاوفر هيد دي تكلفه اندايركت، ما ينفعش تقسم على اليونت والا بقت دايركت. فقلنا يبقى خلاص احنا هنحول الاوفر هيد لاكتيفيتي، والاكتيفيتي دي تكون بتتعمل عشان تصرف الفلوس، وهي بتتعمل عشان تنتج الوحدات، وهي بتتعمل بتكوز، هي الكوز بتاع الفلوس دي انها تتصرف. فبالتالي اصبح عندي الريت بتاع الاوفر هيد العادي بتاعي اللي احنا متفقين عليه المره اللي فاتت، استيميتد او بادجت اوفر هيد باي برودكشن مانجر على استيميتد او بادجت اكتيفيتي درايف. وقلنا ان اللي تحت ده مسبب التكلفه، وبالتالي ده الكوز، واللي فوق هو الافكت. والكوز بتاعي ده احد اشكال الكوست درايف، مسببات التكاليف. وقلنا ان مسببات التكاليف ليها اربع اشكال، يا اما اكتيفيتي، يا اما فوليوم، يا اما اكسكيوشن، يا اما استراكشر. والحاجه الوحيده اللي احنا طبقناها من مسببات التكاليف او من الكوست درايفر كان ايه؟ الاكتيفيتي درايف. وبعدين قلنا طيب هنحسب الريت ده على مستوى المصنع بين الاكتيفيتي وبين الفوليوم. لا، ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق الجوهري اللي ما بينهم. الاكتيفيتي ده الفوليوم بحجم الانتاج، تمام، او حجم الكباسيتي بتاعت كم وحده بتتكلم عن الوحدات، بتتكلم على فاريبل وفيكسد كوست، تمام. يعني انت هنا بتبص على فاريبل وفيكسد كوست، لكن فبتقول ايه؟ ان الفاريبل دي هي اللي بتزيد بزياده الحجم، لكن الفيكسد بتفضل ثابته وما بتتغيرش معايا الا لما الفوليوم بتاع البرودكشن يخرج اوت ريليفنت ريت، فبتتكلم على كبير وصغير او مستوى ومستوى، تمام. ممكن يبقى بطريقه ثانيه، لا ان انا
اللي هي قرارات قصيره اجل فتبقى مسببات تكلفه وقتيه، حصل حدث استثنائي زي تغير سعر الصرف فده عمل لنا تكاليف على الشركه مجموعه من الخسائر، او قرارات طويله الاجل زي قلنا شراء الاصول الثابته. تمام، فكل دي حاجات بتغير التكاليف. فلما اجي اقول لك هي التكلفه بتاعتك اتغيرت ليه، تقول لي على حسب، هو انا بغير التكاليف فين؟ على خط انتاج يبقى اكتيفيتي، ولا بغير تكاليف عشان انا بتاعه اصول اداره اصول ثابته، اللي بيغير تكلفتي مسبب تغيير التكاليف قرارات بتاعه شراء وبيع الاصول الثابته بالظبط. فانت عندك مسببات التكاليف بتختلف للبوزيشن والديسيشن اللي انت بتاخده. فاحنا في الديسيشن او في البوزيشن بتاع الراجل بتاع التكاليف عنده حاجتين اتنين بس هما اللي ممكن يغيروا له التكاليف، يا اما تكون الاكتيفيتي بتاعته بتتغير within the relevant range فدي اللي تغيره التكلفة، يا اما يكون ناوي يطلع بره relevant range فيبقى الفوليوم او الكباسيتي بتاعته هي اللي غيرت له التكلفة. لكن ده مش قراراتك انت عشان تغير تكاليف، فده مش احد مسببات تغيير تكلفة الواحد، والاكسكيوشن برضو مش احد مسببات تغيير تكلفة الواحد. طيب لما جينا قلنا نحسب الريت ده ازاي، قلنا لا والله ده احنا عندنا المصنع كبير كده فممكن نحسب الريت على مستوى المصنع يبقى اسمه بلان وايد ريت، وده ما ينفعش يستخدم الا لو برضه بنتج منتج واحد. لكن لو بنتج مالتيبل برودكت بيمروا على فاريوس ديبارتمنت وبيكونسيوم ديفرنت اماونت اوف ريسورس بيستهلكوا موارد مختلفه في الاداره، يبقى انا ما ينفعش اشتغل بلان وايد، يبقى الصح ان انا شغله ايه؟ بير ديبارتمنت، فيبقى اسمه ديبارتمنتال ريت، ويبقى كل منتج يتحمل بجزء الاوفر هيد، يتحمل يعني يحصل له ايه؟ ابلايد، كلمه ابلايد معناها يحمل، فهيبقى هتحمله او هتحسب له اوفر هيد بناء على الريت في الاداره اللي دخلها، كل ما دخلهاش ما يحملش تكلفتها، فده بيبقى مور اكيوريت. وقلنا ان البلاند وايد ده هو اللي بنطلق عليه كلمه تراديشنال او كونفنشنال تقليدي، ده المعدل التقليدي، عشان لما يقول لك في اي تمرين انت شغال كونفنشنال او شغال تراديشنال يبقى مين انت شغال ديبارتمنت، انت فاهم ان هو بيتكلم على ديبارتمنت. طيب تعالوا بقى ندخل الاداره، انت خلاص اتفقت ان انت هتحسب الاوفر هيد، دي اخر لقطتنا المره اللي فاتت، هنحسب الاوفر هيد بالاداره. انت عندك اداره زي اداره الاسمبلي حسبت الريت بتاع الاوفر هيد $3 بير دايركت ليبر اور. معلش عشان نبقى قلنا كل حاجه، الاكتيفيتي درايفر ده اللي هو الدومينيتور بتاعي ليه اربع اشكال للحسابات، يعني احسبه ثيوريتيكال نحط اقصى قدر ممكن هو متوقع، وده بيجنور كل حاجه في الدنيا، بياخد الماكسيموم كاباسيتي، وبالتالي ده نوت اتنو، يا اما ننزل شويه وناخد الهوليديز والشوت داونز معانا في الاعتبار والمينتنس تايم فيدينا البراكتيكال، بس قال برضو البراكتيكال ما زال ما بياخدش الديماند فلكتويشن في الاعتبار، فقلنا يبقى نحسبه از سايكليكال على المواسم. وبعدين بعد كده رجع قال لك لا، الاحسن ان انت تحسبه افريج، معدلات الاستخدام المتوسط بتاعك، انت متعود على معدلات الاستخدام شكلها ايه؟ فلو اعتمدنا في الافريج ده على حجم الاستخدام بتاعي في الفترات السابقه يبقى اسمه نورمال افريج، ده اللي احنا متعودين عليه. لكن لو انا حدث عندي احداث متغيره او احداث جديده يبقى المفروض ان انا احسب الافريج بتاعي على الاكسبكتد ايفنت، فبالتالي المفروض ان انا احسن مقام عندي هو اللي بيديني اكتر حاجه ريليتد بالواقع الافريج اكسبكتد، مش الافريج كمان نورمال، وبالتالي ده هيديني مقام صغير شويه لانه هياخد في اعتباره كل حاجه كل الاستثناءات، فلما يبقى المقام صغير الريت هيبقى كبير، فده هيخليني في ناحيه الامان الى حد ما لاني بحسب تكلفه كبيره شويه على المستوى الواحد، فهتبقى قريبه شويه من الواقع، فبيقلل الاوفر او الاندر ابلايد اللي ممكن يطلع. كمان قلنا ان الاندر ابلايد اذا ديبت بالانس والاوفر ابلايد اذا كريدت بالانس، وكان في انتري لازم كلنا نبقى حافظينه ديبت اوفر هيد ابلايد كريدت اوفر هيد كنترول، والفرق يا اما ديبت بالانس كريدت بالانس على اساس على اساس اوفر ولا اندر ابلايد. فينش جودز وايه تاني بقى؟ في حاجه ثانيه؟ فينش جود واندنج ويب وكوكس وكوكس. فقلنا لو ماتيريال يتقسم اللوكيشن على الثلاثه، لو ان ماتيريال على الكوكس اللي هي كان بيقول لك ديبند اون سيجنيفيكانت اوف ذا اماونت وفقا لجوهريه الرقم. طيب الراجل ده بقى في الاخر حسب الريت طلع $3 بير اور للعماله، لما دخل عنده منتجين منتج اكس ومنتج واي، ده قعد تو اور خد تو دايركت ليبر اور وده خد تو دايركت ليبر اور،
يبقى المفروض ده يتحمل اوفر هيد قد ايه وده يتحمل اوفر هيد قد ايه. 2 ساعه في 3 يبقى خد 6 دولار، و2 ساعه في 3 خد 6 دولار. حضرتك كده قلت ان الاثنين خدوا نفس الاوفر هيد، اتحملوا بنفس الاوفر هيد، يبقى الاثنين خدوا نفس الحجم من الانشطه تمام، او عملوا كونسيومد نفس الاماونت من الريسورس بتاعه الاداره. فكده طيب نفترض ان المنتج اكس ده عباره عن اربع حتت لما بيتجمعوا على بعض بحط غيره بالظبط كده، واسيب الغيره يشد شويه زي ما بيقولوا، وبعدين احط الزقهم في بعض واربطهم واسيبهم الساعتين لحد ما الدنيا تظبط وافك واسلم للاداره اللي بعدي. ده نوع من التجميع. طيب واي لما جه يتجمع كان عباره عن 30 40 حته بيتركبوا في بعض عاشق ومعشوق، ولو حاجه اتركبت غلط لازم افك واركب تاني من الاول. فالعامل بيفضل واقف على رجله ساعتين يعشق فيهم ويحلق يمين وشمال. حجم المجهود اللي اتبذل هنا قد حجم المجهود اللي اتبذل هنا؟ لا، لكن انت ما قلتش كده، انت قلت ان الاثنين خدوا اكتيفيتي زي بعض وبالتالي حملتهم في السيم كوست. فقال ان الطريقه دي اللي هي التراديشنال اللي احنا كلنا بنشتغل بيها دي اللي بنسميها نظام الافرج، تعمل تعمل متوسط بالتكاليف. هي الاداره دي صرفت ايه؟ صرفت 12 دولار. فانت كانه بالظبط كده خدت ال 12 دولار وقلت يبقى ده 6 وده 6، ده من الساعتين صرفوا 12 دولار في المنتجين. فقال ده مش حقيقي. الصح ان انت تشوف الاكتيفيتي اللي اتبذلت هنا والاكتيفيتي اللي اتبذلت هنا، مجهود التاسك اللي اتعملت هنا والتاسك الكونسيومد ريسورس، الراجل ده استهلك موارد من عندي قد ايه وده قد ايه. فلو حسبتها صح ممكن ده يطلع 9 وده يطلع كام؟ 3. هم نفس ال 12 بس كده مور اكيوريت في حساب التكاليف. فقال لك يبقى انت الطريقه اللي فاتت دي كانت بتعمل حاجه اسمها كروس سبسيداي، تداخل التكاليف، بياخد من واحد ويحط لواحد. كروس سبسيداي دي معناها ايه؟ ميس كوستنج اوف وان برودكت كوز ميس كوستنج اوف اذر برودكت. انت حسبت ده غلط فبالتالي ادى ان ده كمان طلع غلط، لان هي البوله واحد او التوليفه واحد. فبالتالي عشان تشتغل مور اكيوريت لازم تشتغل بالايه بقى؟ بالكونسيومد ريسورس، الموارد المستهلكه. فقال لك الموارد المستهلكه دي ليها طريقه اخترعناها في التكاليف اسمها اكتيفيتي بيزد كوست، اسمها اي بي سي. فاصبح عندي طريقه جديده بتمنع الكروس سبسيدايز وبتوصلني للمور اكيوريت كوست من خلال ان انا لا بقى معلش انا مش هينفع احسب بالساعه واقول ان الساعه اللي هنا زي الساعه اللي هنا، انا هشوف ايه خطوات الشغل اللي جوه الاداره دي وكل خطوه التكلفه الخاصه بيها قد ايه، ولو في ثلاث اربع خطوات مرتبطين ببعض اجمعهم مع بعض في حسبه واحده عشان تبقى ايه؟ هوموجينس بول. بول يعني مجمع، هوموجينس متشابهه. فالهوموجينس بول دي كل الحسابات اللي هي مقصود بيها كل الاكتيفيتي اللي بتصرف فلوس وشبه بعض ومترتبه على بعض ولازم تتعمل باكج على بعضها، فدي كلها احطها على بعضها وابتدي اشوف كل واحد من دول خد قد ايه من كل ريسورس جوه الاداره. فقال لك يبقى انت كده بتمنع، بتعمل مور اكيوت، بتمنع الكروس سبسيداي. والكروس سبسيداي دي سماها مسمى تاني بنت باتر كوستنج، بنت باتر كوستنج، بنت باتر اللي هي زبده الفول السوداني. يعني قال لك مش انت بتجيب البرطمان بتاع البنت باتر دي اللي هي بتاع البني الشوكولاته اللي غيري دي وبعدين بتقوم جايبها وملحسها على الساندوتش رايح جاي. هو ده اللي عمله، خد ال 12 دولار ولحس على المنتجين فعمل افرجنج. فاحنا عايزين نمنع فكره البينات باتر دي ونقول لا ده لوحده وده لوحده، فدخلنا في الاي بي سي. عشان كده لما يجي لك اي سؤال ويقول لك احسب البينات باتر تمام، يبقى عايز يقول لك ايه؟ قول لي الغلطه كام؟ هي هنا الغلطه كام؟ 3 دولار اتحملوا غلط، ايوه نقصوا من هنا وراحوا هنا، يبقى البينات باتر هنا 3 دولار، في 3 ما اتظبطوش. فعشان كده لما يقول لك احسب لي البينات باتر يبقى يقصد احسب لي اللي حصل التراديشنال واحسب الاي بي سي بتقول الصح كام وشوف الفرق قد ايه. وانا في سؤال زي ده مش محتاج احسب المنتجين، لان لو حسبت منتج واحد بالتراديشنال واي بي سي بالظبط، برافو عليك، انه الماينس هنا وبلس هنا، فيبقى البنات بطل 3 وخلاص، اتحطت في حته موجبه اتحطت في حته واتشالت من حته ثانيه فبقت ثابت. جميل. طيب تعالوا نجرب الليله دي. هتفوق؟ Yeah.
لا كم سكاي بتنزل كم سكاي عم كنت فراي في مش فهمك يعني انت هنا بفلوس لا لا مش هتيجي يا عبد يا عم والله تمام الزوم اقسم بالله خلاص احنا واصلين بكام التليفون ده يا باشا كام كام التليفون اللي جايبها من 9 متر بعيد دي اتفضل يا فندم ابعتها اوكي تعالوا بقى البيج 24 اللي كانت معانا صح مش شايفين فوق تعالوا شوف التمرين بتاعنا ده ايه هو هيحكي لك الحكايه اللي انا قلتها دي كلها بس عارف factory maintenance department company conventional system conventional عشان اكتبها كل مره اكتبها غلط اللي هي التقليديه assign يبقى الconventional ده التقليدي اللي هو لما بيشتغل بنظام الديبارتمنت assign personal cost of department to product using direct labor hour يبقى بيحمل الاوفر هيد باستخدام ليبر اور ذا ديبارتمنت هاز 9 امبلوي اند انكورد $450,000 اوف بيرسونال كوست ان ذا كارنت يير اور $50,000 بير امبلوي اكسبكتد دايركت ليبر اور كان 200 ماشي يبقى الريت العادي العادي الوحش كام الوحش التكلفه عندك كلها كام بتاعت الاداره $450,000 وهيقسمها على دايركت ليبر اور يعني 2.25 دولار بير دايركت ليبر اور ده الريت الوحش كده الستاندرد ده لا ده الستاندرد بتاعه اللي هو الاستيميتد والاستيميتد طيب رجع يقول لك لا انا هشتغل اي بي سي بقى اي بي سي قال لك اول حاجه بنعملها لازم نتريس الكوست فروم جنرال ليدجر اند سبسيدري ليدجر اكاونت تو اكتيفيتي سنتر بولز اكوردنج تو نمبر اوف امبلوي هو قال لا احنا عايزين الاول نفصل نشوف الفلوس اللي بتتصرف جوه الاداره دي شكل الاكتيفيتي اللي بتتم فيها ايه عشان نقدر نقسم الفلوس الى تاسكس ده بيتصرف ليه وده بيتصرف ليه وده بيتصرف ليه فلقى ان عنده في ثلاثه اكتيفيتي بيتموا ريجولار مينتنس وبريفنتيف مينتنس وريبيرز يبقى انا عندي $450,000 دول بيتقسموا على ثلاث انشطه اول حاجه كانت الريجولار قسمهم ازاي بقى قال في 5 امبلويز بيشتغلوا في الريجولر الخمسه الواحد ب 50,000 يعني في 250,000 من الفلوس دي بتتصرف على النشاط ده وبعدين في 2 امبلويز بيشتغلوا في النشاط الثاني يبقى 100 والنشاط الثالث بياخد 2 امبلوي ب 100 برضه. حلو كده؟ ده لسه ايه؟ الاوفر هيد. بصوا بقى يا جماعه لما اقول الاوفر هيد على بعضه او اقول اوفر هيد يبقى انا اقصد كل اللي بيتصرف في الاداره. لكن لما اقول الاوفر هيد اقسمه مجموعات يبقى دي اسمها بقى كوست بول. يبقى كلمة كوست بول يعني البسط بتاعك بس أول ما تشوف كلمة كوست بول يقصد إن دي حتة من الأوفر هيد ده مش الأوفر هيد كله الأوفر هيد كله يبقى اسمه أوفر هيد الأوفر هيد بتاعي لو قسمته أكتيفيتي أو مسببات يبقى البسط بتاعها ده يمثل كوست بول برافو عليك شوف الريت بقى بتاع كل واحد طيب الأولانية الريجولار بيقول لي اللوكيتد بتتوزع بيزد أون ماشين أور يبقى المفروض لو انا حابب احسب الريت هنا الريت بتاع الاكتيفيتي ده هقسمه على الماشين اهو هقسمه على الماشين اهو يبقى انا هنا عملت ايه؟ انا كنت بشتغل الريت على مستوى الاداره وبعدين قلت لا ما ينفعش انا هعمل ريت على مستوى الاكتيفيتي فابقى كده بطبق ما يطلق عليه اكتيفيتي بيست كوستنج ان انا بقيس التكاليف بيست اون الاكتيفيتي المسببه ليه طيب التانيه
الثانيه بتتقاس بالايه؟ نمبر اوف سيت اب، يبقى بيتقاس بالسيت اب، يبقى تحت لازم اشوف السيت اب. والثالثه بتتقاس بالايه؟ ماشين ستار، كم وحده صلحتها واشتغلت. في ستيج 2 قال لك طيب الماشين اور اللي بتحصل جوه الاداره دي كانت 500,000، يبقى المفروض هنا هحط 500,000 ماشين اور، وكان فيه ثمنها 3000 سيت اب، وكان فيه 100,000 ماشين ستار. يبقى الريت هنا نص دولار دي الماشين اور، والريت هنا ده ريت واحد وده ريت اتنين، 20 دولار بير سيت اب، والريت هنا دولار بير ماشين ستار. يبقى بدل ما تشتغل ريت واحد على مستوى الاداره، قلت ان الاداره دي بيحصل فيها 3 اكتيفيتي، هحط الريت بتاع كل اكتيفيتي عن طريق تقسيم البادجت اوفر هيد الى كوست بولز. رجع قال لحضرتك ايه؟ Allocate cost product using quantity second stage the following quantity of activity are relevant to product Z. كان عنده product Z ده كان بيقول 30,000 المنتج ده لما دخل الإدارة استهلك منها 30,000 دولار 30,000 ماشين اور، يبقى استهلك من موارد الإدارة. الإدارة دي كان عندها 500,000 ماشين اور متاحة للاستغلال، المنتج ده استغل من الريسورس دي 30,000. وبعدين عملنا 30 مره سيت اب، عملنا 40 ماشين ستارت، خد 3000 ليبر اور اوت اوف توتال 200. الاداره كان فيها 200 ساعه عمل، هو ده لوحده خصصنا له 3. 10,000 يونت اوف برودكت زد وير مانيفاكتشر، و10,000 وحده تم تصنيعها. تعال بقى يا فندم لو هنحسب تراديشن منتج زد ده دخل فيتحمل باوفر هيد قد ايه جوه الاداره دي؟ الترديشن هتشتغل بالريت ده؟ 2 وربع في هو خد كام ساعه؟ لان ده بيشتغل بالليبر اور، فانت هو خد كام ساعه؟ 3000 ساعه، يبقى 6,750 صح؟ طب وهم كام وحده؟ باللي فوق بالترديشن عادي، هو في كام وحده؟ في 10,000 10,000 اهي مكتوبه في السطر الثاني اخر سطر 10,000 يعني كده يبقى كان الوحده واقفه عليا ب 675 سنت. ده تراديشن. اجي اقول له لا يا عم انا مش عايز اشتغل تراديشن، انا عايز اشتغل مين؟ بي بي سي. كل ريت بقى كل ما يعمل حلقه نحمله بتكلفتها. هو خد 30,000 ماشين اور 30,000 ساعه استهلكها مننا، والساعه بتكلفنا نص زائد 30 سيت اب، كل شويه ننظف الالات ونظبطها المره بتكلفنا 20 دولار زائد بوظ 40 مكنه وصلحناهم ده كلفنا دولار. العمليه دي عملت كام؟ عملت 15,640 دولار. لما تيجي تقسمه على ال 10,000 يونت تلاقي الوحده واقفه عليك ب 1,564 اوفر هيد. بصوا بقى تراديشنال كان بيديك ايه؟ 60 قرش. اي بي سي بيقول لك لا ده واقف عليك بجنيه ونص. تخيل انت بقى لو كنت شغال تراديشنال وبتحسب له سعر، فدي التكلفه وحط هامش ربح واحسب سعر وبيع، تعالى اخر سنه اخبط راسك في الحلم. فيبقى مين مور اكيوريت كوستنج؟ اي بي سي. طب ما هو انت كل مره تحسب منتج هيطلع كبير، مش في منتج، مش الاي بي سي بتقول ده في واحد متحمل بتكلفه بتاعت واحد، يعني المفروض لما تحسب يطلع مره واحد كبير واحد صغير. ممكن تشتغل يعني تطلعها لي اوفر بالظبط، بس تبقى مطلعها اكتر. كوستنج زياده. كوستنج زياده، يعني التراديشنال بتعمل افريج ده زي ده. فقال لك الاي بي سي هيظبط الحسبه، بس دايما دايما، ودي من ضمن مميزات الاي بي سي حتى في الكتاب العام، ايه؟ انه الاي بي سي دايما هيطلع اوفر هيد اعلى للسمول برودكت او السمول فوليوم، للاحجام الصغيره. ليه؟ لانه من ضمن تكاليف الاوفر هيد حاجات كتير قوي فيكسد، فالفيكسد كوست لما بتتحمل على احجام صغيره بتبقى اعلى، لكن في الاحجام الكبيره الفيكسد كوست بتسيح،
بتقل. فبيقول لك دايما الاي بي سي هيطلع لك تكلفه اعلى في الاحجام الصغيره عن التراديشنال، لكن التراديشنال كان بيحمل كله زي بعضه، المنتج اللي فيه حجم انتاج كبير زي اللي حجم انتاجه صغير، فما كنتش هتحس بفروق احجام المنتجات. الاي بي سي لا، واخده في اعتبارها بقى الحركات اللي بتحصل على مستوى كل اوردر لوحده وعلى مستوى كل باتش لوحدها، فبالتالي دايما هيجي في المنتجات الصغيره يقول لك خلي بالك تكلفتها اعلى من كده، واقف عليك اغلى من كده، فيبقى احسن لك في اتخاذ قرار بالظبط كونتينوس، او انه لا ادروب المنتج ده وما استخدموش. فبالتالي ده اتحط من ضمن مزايا الاي بي سي. يعني ناس كتير كانت بتقول طب ازاي يتكتب انه لما بيحسب تكلفه اعلى يبقى من المزايا، فرد على طول السطر اللي بعدها في كتاب الاي ام اي بيقول لك عشان ده بينبهك تاخد قرار تكمل المنتج ولا كان ممكن من الاول توقف انتاجه. طيب تعالوا نشوف ده كان ايه. ده كان اكزامبل تفصيلي، انت ما عندكش اكزامبل ده في الكتاب. الاكزامبل ده كان من كتاب هورني جرين بتاع التكاليف، بس ده لقيته احسن اكزامبل حاطط الاثنين في الكتاب. دايما يشتغل تراديشنال بس يشتغل اي بي سي بس. تعالى ارجع يعني ارجع صفحه بقى تاني. هنرجع بقى لورا، انا نطيت شويه، انا اسفه، العكس، نمشي صفحه. نمشي الصفحه لا ولا كرجع اهو. بس تعالى نشوف الاكزامبل ده بقى. ده من السي دي بتاع جلاي. مين حسين؟ مش عايزه بره الشنطه. طيب هاد يو ميكس كمباني، هاد يو يلا يا رجاله، هاد يو تراديشنال سيستم تو ابلاي كواليتي كنترول تو اول بارتس اوف ات ا ريت اوف 20% اوف دايركت ليبر كوست. هو حسب الاوفر هيد انه 20% من الليبر كوست. Monthly direct labor cost for its main product كان 35,000. يبقى traditional EBC sorry traditional بكام overhead؟ 35,000. حلو، يطلع كام يا فندم؟ سبعة. حلو، ادي اول لقطة. طيب هو بقى عايز يطبق EBC، consider EBC system، واداني ثلاثة activity بيحصلوا جوه الإدارة دي. بيعمل حاجة اسمها incoming material inspection، بعدين بيعمل in process inspection، بعدين بيطلع product certification، والكوست درايفر كان النمبر اوف تايمز، النمبر اوف يونتس، النمبر اوف اوردر. كوست ريت 15.280، العلامه دي معناها نمبر، يعني بدل ما اكتب كلمه نمبر العلامه دي افرح. كوانتيتي اوف بروديوس 20,040 اوردر. لو حابب تحسب اي بي سي بقى هتعمل ايه؟ هتاخد الريت اللي محسوب جاهز وتضربه في حجم الاكتيفيتي اللي حصل، يبقى 15 في 20 بلس 2 من 10 في 20,000 بلس 80 في 40 يطلع كام؟ 7 ونص. يبقى فعلا الاي بي سي بتطلع تكلفه ايه؟ اعلى من التراديشن. 99% مش 99% 100% من تمارين السي دي سواء جلايب او هوك لازم هتطلع الاي بي سي اعلى، عدا تمرين واحد السي. او انا بعت لكم السي، بعت لكم فولدر السي. طب اوكي، في تمرين السي في كتاب الاي ام اي، يبقى نشوفه مره. بس انا هبعت لك فولدر السي عشان هتبقى اول حاجه نعملها المره الجايه، هنحل سؤال السي من جلايم. السؤال ده لام الفاريبل فول ابسوربشن مع الاوفر هيد. فعشان بقى تقعد من هنا لحد المره الجايه تذاكر في الويك اند، ونيجي المره الجايه بقى نحط الدرسين على بعض ونشوفهم هيطلعوا ازاي، شكلهم عامل ايه. ففكره انه منتج هيطلع تكلفته اقل من منتج دي مش هتشوفها غير في سؤال السي واحد في نهايه كتاب الاي ام اي. هو السؤال بيجي ازاي؟ بيجي السي يعني ولا بيجي انت مين؟ كده اوكي؟ انت مين؟ ابي في جزء الثاني. رد عليه يا جعفر. فاروق. لا بالتفصيل. ما تقولوش الكلام ده، قول بالتفصيل عشان احس ان انت فاهم. لا ما بالتفصيل ما بتاخدش امتحان قبل كده. الامتحان اربع ساعات. لا على فكره مش ساعه امتحان. الاثنين بيجوا كده يا فندم، الاثنين مش انا بقول لك في سؤال ازاي في الحته دي. اصل احنا كلنا فهمنا اللي انت بتقوله ان السؤال بيجي ازاي. كل ما يخص السي في من اوله لاخره وارد انه يجي الاثنين، وارد انه يجي ام اس كيو، وارد انه يجي السي. كل الدروس اللي حضرتك خدتها ممكن تيجي حضرتك السي. واللي انا كنت بتكلم فيه دلوقتي ان في سؤال ازاي في كتاب الاي ام اي على الاي بي سي سيستم والتراديشنال، وهيطلع لك ان منتج اكبر من منتج.
تمام. وفي نفس الوقت اللي احنا هنحله مع بعض النهارده هيبقى كله مالتيبل تشويس، فعندك ده وعندك ده هتلعب كل الالعاب. سيبك منهم بقى عشان دول مش كويسين اللي ورا دول. طيب يلا خشوا على ده بقى، قولوا لي هتعملوا ايه. السؤال ده ليه اربع اجابات اي بي سي دي، ده بقى مالتيبل تشويس اهو. هيطلع كام؟ انا قعدت افكر، فانا مين انا لما تيجي على الفلوس لسه عايز اقول لك. قال لي ما تقلقش، قلت له ايه؟ قال لي انا عارف عايز ايه. قال لي هكيشك عربيتك ويجيب مامت الولاد البيز. عايز اقول لك ما تقلقش. فقلت له انا ما قلتش اتكلم عن الموبايلات، انا كنت لسه حاطه لسه نايمه. قال لي بقى عملت لسه خلاص افتح. حليت السؤال؟ طلع كام؟ A B ولا B ولا C ولا D؟ أنا كنت بصور. هو الجدول اللي تحت ده إجابة ولا ده تبع السؤال؟ ده بقية السؤال يا فندم. ده الـ ABC، ده بقى الـ ABC اللي هو الريت والكوانتس. تمام، أنا بجمع التلاتة دول بضربهم في الريت بتاعه وأجمعه طلع 4.5، والتراديشنال عندي طلع 2900 أو 3900. ورا A B C D في ورا أربع إجابات. ممكن توريني الإجابات؟ هوريها لك. هي تطلع 525 هاير جامد. احنا كويس، احنا كويس. ايه؟ انا شارب بامبا في الفلوس يعني. لا يا فارس، لا في لا يا فارس كنت بروح معاه وشغال بسرعه جدا. ما في الكوست مش عارف مالي. لا هو انا كمان بطبيعتي سريعه، يعني انا بطبيعتي في الشرح سريع. بس الشرح كان سريع جدا، بس ممكن عشان انا شغال اصلا اكاونتنج. فانت بتشوف الكلام ده كل يوم بتعمله، فعارف الابعاد. صح، بحاول اجمع معاكي برضه وما بلقطش قوي. هتيجي هتيجي مره هتيجي. يلا انا بدأت اشوف في نفسي انا بحس ان انا والله صح. السؤال ده بيتجاوب في دقيقه ونص في الامتحان. خلصت يا فندم. كام؟ 525.50 لور ذان ذا كوست. الاي بي سي لور؟ الاي بي سي اهو رد. خش خش خش. يعني السؤال اللي جاي. طيب بصوا بقى يا رجاله، اللي انتوا عملتوه صح ان انتوا حسبتوا. ولو احنا قاعدين في البيت هنلعب نفس اللعبه الحلوه دي، ان احنا نقعد بقى ايه براحتنا نجرب 14.5 في 27500 يطلع 3900 وشويه،
ده تراديشنال, وبعدين نروح للاي بي سي نضرب دي في دي في دي في دي في دي فيطلع لنا 4.5, فالفرق يبقى الاي بي سي هاير ذات صح. بس انا لو في امتحان مش هلعب اللعبه دي ليه؟ عشان انا قاعده في دماغي بقى بتقول ايه الاي بي سي هاير ذات التراديشنال, وهو بيسال هنا على ايه تو شي يوزنج اي بي سي, وبتكلم من وجهه نظر الاي بي سي. يبقى حضرتك الاي بي سي عينك تضرب الاربع اجابات هاير خلاص اختارها وامشي تمام. دي هتبقى ثقه زياده يعني ما اعملهاش غير بعد ما اكون بس بعد ما اكون ايوه مذاكر قوي بعد ما اكون ذاكرت. بس بعد فعلا انت لما هتحل كل الاسئله هتوصل لانطباعات. خلي بالك السي ان اي صعبه لكن فيها نسبه فهلوه, والنجاح في الامتحان بيبقى عايز سرعه حل اكتر منه فاهم او مش فاهم. فلازم تبقى عندك ايه سنس الفهلوه ده. انا عارف الاي بي سي هاير فبصيت مفيش غير اجابه واحده اللي بتقولي هاير اخدها وامشي ان شاء الله بعلم على السؤال, ولما الدنيا تفضى في وقت في الاخر برجع له, لكن مش ده السؤال اللي محتاج اضيع فيه وقت تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه امتى احسب لو لقيت كلمتين هاير يعني 525 هاير و530 هاير كده زنقني لازم احسب بقى عشان ادور على الحته اللي مظبوطه ماشي. اوكي لو كملت الصفحه هتلاقي الصفحه بيتكلم فيها على الاي بي سي وبيقول لي ان هي ممكن تستخدم مع الجوب اوردر او البروسيسنج, دي الحاجه اللي هنتكلم فيها المره الجايه, والتراديشنال او الفوليو بيزد كوستنج اللي هو كان بيتغير بتغيير التكاليف بتغيير الحجم, ده كان بيعمل ما يطلق عليه ايه ان اكيوريت وبيعمل افريجنج للكوست تمام. وبالتالي ده بيسمى بين الكوتر كوستنج سيستم وبيعمل برودكت كروس سبسيدايزيشن تداخل التكاليف. فانا عشان الغي كل اللي بيحصل ده رحت رايحه مطبقه اي بي سي. حلو الكلام. طب يبقى احنا كده ستاندرد والنورمال والاكستندد نورمال والاكشوال والاي بي سي. لا لا هي بقى مع بعض واكتوال ماشي تمام. ده السيستم اللي بيطلع الريت ماتيريال لا وليبر واوفر هيد ماتيريال وليبر واوفر هيد ماتيريال وليبر واوفر هيد. ده السيستم الكبير تمام. احسب الاوفر هيد ريت ده ازاي؟ عندي بقى يا تراديشنال او الاي بي سي يا اي بي سي. ده حسبة ده بس ماشي الحسبة دي بس والحسبة هنا ده ستاندر ريت فبيطبق برضو على الفكرة دي وده ستاندر ريت فبيطبق عليه برضو يتحسبه تراديشنال يا اي بي سي. فهو بيقول لك احسب الستاندر ريت ازاي لكن ده فعلي فما فيهوش اصلا الكلام. ففي فرق ما بين الفاليويشن بيز بتاعي كله وفي فرق ما بين الريت بتاع الاوفر هيد اللي ستاندر بجيبه ازاي. فدي حاجة من تحت ماشي. اوكي طيب تعالى بقى نلعب شوية. في كيس ستادي صفحة 27 تحت كده كلمتين تحت وبعدين نقلب صفحة 27 تحت. Yes, following information is for next two questions. Believing that it's a traditional cost system may be providing misleading information, an organization is considering an activity-based costing approach. It now employs a full cost system and has been applying its manufacturing overhead on the basis of machine hour. النهاردة شغالة traditional فماشية machine hour في المقام. The organization plans on using 50,000 direct labor hours and 30,000 machine hours. In the coming year, يبقى المقام البادجت بتاعي 30,000. The following data shows the budget manufacturing overhead. وادي الاوفرهيد بتاعه. التوتال استيميتد اوفرهيد 1,800,000. لو حبيت اقسمه كوست بولز هقسمه بالاكتيفيتي اللي حصلت. فطلع البوله الاولانيه ب 720,000 ودي تخص اكتيفيتي اسمه ماتيريال هاندلنج. الثاني 315,000 سيت اب وبعدين ماشين كوست وكواليتي كنترول. فاربعه اكتيفيتي. وبعدين جه قال لحضرتك الدرايفر بتاع الاكتيفيتي ايه؟ فقال الهاندلنج بيتقاس بالنمبر اوف بارز. نمبر اوف بارز او موفز يعني في تمارين هيبقى كاتب لك نمبر اوف بارز وفي تمارين هيبقى كاتب موفز وفي تمارين مش كاتب مش مخصص هيبقى مديك شويه بولز وشويه درايفر وانت تعمل توصيل
تنقي البوله يناسب اللي بيمشي معاك. فانت من كتر حل الاسئله اللي قايله لك البوله دي بتاخد انه درايفر هيبقى عندك اكسبيرينس هتعرف تعمل التوصيل. السيت اب بالنمبر اوف سيت اب ودي على طول بتبقى بالنمبر اوف سيت اب. الماشين كوست الماشين اورز الكواليتي كنترول بالنمبر اوف باتش. اوكي يبقى انا كده لو حبيت احسب تراديشنال ريت هعتمد على الرقم ده، لو حبيت احسب اي بي سي هعتمد على 4 ريت. وبعدين هو الكوست درايفر ده احنا المفروض نحفظه صح ولا تعرف؟ انت مش هتحفظه، انت هتلاقي نفسك بتحفظه من كتر حل الاسئله، هتعرف ايه مين بيمشي مع ايه. Cost, sales and production for one of organization product for coming year as a full. ودي يا فندم شويه البيانات اللي جابها لك. دايركت ماتيريال كوست بير يونت 4.4، الليبر 7.75، يبقى البرايم الاثنين على بعض ب 5.15. سيلز اند برودكشن معلش الاكسبكتد سيلز 20000 مش 2 مليون، فمعلش صلحوها بس عشان قص السؤال فمعلش اصلحها. دي 20000 مش 2 مليون يورو. باتش سايز 5000، سيت اب 2 بير باتش، توتال بارت بالفينيش يونت 5، ماشين اور ريكواير 80 بير باتش مش للوحده. طيب رجع بعد كده قال لك ايه بقى؟ اشتغل تراديشنال يبقى التكلفه كام؟ حلو بصوا بقى يا فندم، الراجل بيقول لك فول كوست، لما يقول لك فول كوست يبقى يقصد انه عايز تي ام سي اللي هي ماتيريال وليبر اوفر. ربنا يكرمه ويريحني ويديني دي 5.15، يبقى مشكلتي في مين؟ الاوفر هيد. يبقى انا محتاج احسب الاوفر هيد. اشتغل تراديشنال. ايه هتموتوا ولا ايه؟ سلامتكم. اقسم بالله. طبعا التليفون ده لازم يتحسب، لو يجيب بص يلا. الاوفر هيد فوق 1,800,000 تحت ايه؟ 30,000 ماشيين اه؟ يطلع 60 دولار بير ماشين اب. طب انا عايزه بقى الوحده خدت كام يا فندم؟ كده اليونت خدت كام؟ ده 60 دولار للساعه. طب الوحده فيها كام ساعه؟ الوحده سؤال كام بقى؟ فطلع 60 دولار بير ماشين اور. انا عايزه ده دي تكلفه اليونت. انا عايزه اعرف اليونت فيها كام ساعه؟ احسبها ازاي؟ هو الماشين اور بريكواير 80 ماشين اور بالباتش. الباتش فيها كام؟ 80 على 5. الباتش فيها 5000 وحده. يبقى الباتش اصلا هياخد 60 دولار في 80 ساعه، يبقى الباتش كله على بعضه تمام خد 4800 دولار على 5000. الباتش بقى فيه 5000 يونت تمام، يبقى اليونت الواحده خدت 96 دولار بير يونت. يونت تمام. اخد انا بقى الرقم الحلو ده واطلع اكتبه هنا. يطلع لي التوتال بتاعي 6.11 دولار. تحت ال 80 اهي اخر سطر. ماشين اور ريكواير 80 ماشين اور بير باتش. انا جبتها شوف التوتال الباتش بتاخد كام ساعه؟ الباتش التشغيل الاوردر، فالاوردر خد 80 والاوردر الواحد فيه 5000 واحد. فجبت اجمالي الاوفر هيد الالوكيتد على الاوردر ده، بعدين رحت مشغله بنظام الافرج بقى. اه بعد كده زي بعض. انا جبت ده قسمته على 5000، فيبقى الوحده ناصبها تقريبا 96 سنت. ماشي. طيب ده لو اشتغلت ايه يا فندم؟ تراديشن. فطلعت 6.11. نزل بعد كده السؤال اللي بعده قال لك اشتغلوا مين؟ اي بي سي. لازم يطلع ايه؟ اكتر من 6.11 يا 6.21 يا 6.30 لازم يطلع اكتر. نمشيها 6.30 نمشيها 6.30 والله ما تعالى فعلاوي الدرجات كده انت ساحر. لا بس هو النهارده متالق، هي فعلا هتطلع 6.30 ان شاء الله اللي معاه ربنا يمشي. مذاكره مين يا حلوه. طيب هنا بقى يا فندم ادام هتشتغل اي بي سي يبقى انت مضطر تعمل ايه؟ جولف. يبقى ما ينفعش تشتغل على 1,800 او 1,800,000 هتقطعهم حتت. عندك كام بوله؟ اربعه. يبقى عندي الريت الاولاني كام على كام؟ 720 720
على 6 مليون ماشين اكتبي درايف اراوند 6 مليون فيطلع كام؟ دي 12 من 100 دولار بير شير بارز بير بار لانه بيتقاس بالبار صح؟ طيب تقوم نازل تحت شايف احنا عايزين نوصلها لليونت كل واحده من دي عايزين نمشي فيها لحد ما نوصل لليونت الوحده فيها كام بار؟ الوحده 2 بار 5 بار 5 بار هتطلع 6 من 10 دولار بير يونت يبقى انت عايزها هنا لليوم ادي اول واحده تعال نكمل اللي بعديها $420 بير باتش ده بيرسيت حلو وكنا تحت شويه برافو عليك كنا تحت شويه قال لك ايه في 2 بير باتش يعني $340 للباتش الباتش الواحد والباتش الواحد فيه 5000 على 5 على 5 تطلع كام يا فندم؟ ما تحسبها 4 ها على الموبايل كام؟ لا الموبايل بيسجل 34 على 5 فيها ايه 6 34 على 5 6.8 واحد علامة 6.8 ها طيب اللي بقى ولا لا 6.8 بس يعني العكس كده 6.8 بس صح ولا 6.8 6.8 $18 بير حلو انت عندك بقى نفس القصة كم ماشين اول 80 يعني $1440 على 5000 لانه 80 للباتش يبقى $1440 بير باتش على 5000 تطلع كام؟ 0.288 الله عليك يا ابو لا لا على فكره يوم الخميس وشه حلو لا 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 ما تقولش كده حرام عليك هو الموبايل اهو هو الموبايل ده فيه آلة حاسبة 22 على 500 يطلع $450 بير باتش يبقى دي اوتوماتيكي على 5 ونص على مزيد 9 على طول يبقى عند حضرتك الاوفر هيد كله كام؟ اجمع بقى ده على ده على ده على ده 1 ها 1 6 4 على حسب الموبايل صور تمام ده الاوفر هيد بس ماشي واحنا 5 و 15 و5 15 يبقى التي ام سي هتساوي 5 15 زائد 1 1 6 4 هيطلع لك كام؟ هيطلع هي 15 6 وعلامه 29 من 100 تقريبا يعني 6.3 من 10 تمام تمام انت صفر 30 بس انت صح بس ده خد نص ساعه في الامتحان لا خالص خالص واحنا ما خدناش فيه احنا ما خدناش بص يا فندم خلينا نتفق على حاجتين اول حاجه انت عمرك ما هيجي لك السؤالين هو هيجي لك يا اللي فوق يا اللي تحت تمام دي نقطه النقطه الثانيه هو خد وقت طويل عشان انا بعمل ايه بنقرا وبنشرح وبنحل وبنطبق انت في الامتحان ما بتعملش كده انت في الامتحان دول ما بتكتبهمش بتكتبهم على المكنه بتكتب الرقم ده في ورقه جنب على المكنه والرقم في ورقه جنب اصلا بتجمع مره واحده بتاعهم اللي هو ايه مش دولار بوينت هو 0.99 لا ازاي يا جماعه ما فرقتش 6 اذا كان دي 6 لوحدها يبقى ازاي 0 بوينت اذا كان دي 6 من 10
هو اخر رقم ده 1.164 ولا ولا كلهم اخر واحد 0.09 ده الواحد ده اخر واحد وجمعت عليه ده وجمعت عليه ده وجمعت عليه ده ايوه 168 اه اه وانا على طول ما فيش اه مفيش 0 6 مش تزعليش انا جامد اتصور برقعتين قول له من اول انا حاطط مره صور يا تاريخ طب بصرف النظر عن السؤال بياخد وقت او ما بياخدش هل السؤال ده صعب؟ لا طيب السؤال ده اصعب سؤال هيقابل حضرتك في الاي بي سي واكتر سؤال الناس بتحطه على صفحات الفيس انها مش فاهماه او مش عارفه تحله تمام ده اصعب حاجه ممكن تحلها لعبته كلها على فكره في الباتش الخامس في الباتش ان انت اه انت سايب ان انت تروح بس صورت يا باشا امسح لا لا طب اتفضل الكاميرا بتلين شويه وسع الاشاره بتطلع في الصوره الاشاره يا انت اشعر ده انا جاي المره اللي فاتت الاشاره كان ناعم شويه فانا ماشيه الهواء في وشي فطاير الاشاره وانا بكلم اختي في التليفون فاخدت الاشاره تحت باطي وجايه بقى ماشيه ايوه الاشاره بتخلع ايه فيه انا بقى ما اشوفها اربطه فين وانا اه ما كملت ماشي بقى انا لسه هقف في الشارع خلص التليفون الاول بعد كده بس لحقت الحمد لله في تمرين احنا سايبينه قبليها انا قلت احللك الصعب الاول نخلص منه اللي احنا سايبينه في الصفحه اللي قبله على طول ده كان مين السهل فاروق ده احسن واحد عشان كان بيصور وكل حاجه وبيطلع على الترابيزة تحس ان هو بيعمل معايا كل حاجه يعني انا ممكن اخده معايا بس جديد يلا يا باشا قولي هنعمل ايه زيكا كامباني الصفحه اللي دي على طول اعتقد 27 هو يقول لك 27 انا قلت 27 اه 27 انا بنت اختي بتوديها هم عايشين في طنطا بس هي بريتش فبتوديها وهي عندها 4 سنين انا اختي مع بنتينها الاثنين فديهم هم عندهم 4 سنين بياخدوا انجلش مع نيتف سبيكر في حاجه اسمها سي باد كده خلاص ما شاء الله كل واحده بتلعب لعبتين تنس وسباحه وبياخدوا بطولات ومش عارفه ايه فالمهم ان هي دلوقتي عندها كام سنه عندها 12 سنه فجت معايا مره الكليه ودخلتها سيشن معايا ففضلت قاعده تبص لي كل شويه وتكتب عماله تكتب حاجات وتبص لي وانا انا فاكره انها بتلعب جالها انهيار اه طلعنا بره قالت لي هو انت بيخلوكي تدرسي ازاي؟ قلت لها ليه يا ماما ده انا شاطره شايفه الناس كانت ساكته وبتسمع ازاي؟ انت ساكته ايه؟ ما هو ايه اللي انت بتعمليه ده؟ فبقول لها ليه؟ ليه يا نونو؟ قالت لي يا هبه لو سمحتي ما تكلميش انجليزي قدامي تاني؟ وراح مدياني لسه بقى لسه كاتباها عارف ليه بتسمع الكلمه وتكتبها وتقولي دي بتتنطق كده ودي بتتنطق وتقولي تعملي ايه؟ تعالي بقى تفهمي يا فرقة اه يعني بص ايه لا اللي هو مدح الديكورنتي الاول اللي هو انتوا مش متعلمين وراحت بقى فضحتني وقعدت تقول لي جدها بقى انا بابايا كان عندي كان انجليزي والماني فقالت له يا بابا ويا جد وهبه وعملت انا مش عارف هم يعني ايه يعني هم بيخلوا اي حد يدرس كده بيخلوا حد يدرس والناس تقول له شغلانه لمت اه والله العظيم بجد لا 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 بجد بجد ورايحه مامتها جالهم وهي مدرسه جديده كده فقالوا فبتقول لهم بتقول لنا قبل ايه قبل دي يا ماما ايه قبل دي يلا يا فندم قريته الخمسين هتقسم على 5 و15 عشان جيمين ريت له كل واحدة بس هي دي اللقطة بقى اللي هو غلط فيها حالا دي ايوه انا بضع عسل عشان انا البادجت يعني لسه ما عرفناش يا ابني انت مقرر انت لازم تسمع حبيبتك Ah.
طب ما انت ما جبتليش السؤال كده حقك على عايز تراديشنال مره واي بي سي مره تراديشنال جوال ايه هنقسم على مين تراديشنال لو السؤال الاولاني ليبرال جميل قوي حضرتك قول لي الريت كام على ايه 50,000 فوق دي اللي سهله تحت ايه بقى هضرب ال 200 لا هضرب ال 200 ايوه ها والله انت ماشي صح كمل كل واحده فيك أيوة صح والله صح اه والله بص بقى يا فندم الفكره بقول ايه بتقول لما تيجي تحسب الريت انت بتقول التوتال اوفر هيد على التوتال اكتيفيتي درايفر فلازم القاعده تبقى حافظها دايما كله على كله اي نسبه هنقسمها طول ما احنا ماشيين في السي ام اي يبقى كله على كله فانت فوق قلت كل الاوفر هيد 50,000 يبقى تحت كل الليبر اور الليبر اور عندك كام 200 للوحده بتاعه الوول ميرور طب وهم كلهم كام 25 200 في 25 ده خط الانتاج الاولاني اللي جوه نفس الاداره الاداره اللي فيها خط انتاج تاني بيشتغل معاه بره فعندي 200 في 25 تاني يبقى بلس 200 في 25 يبقى كاني بقول 50,000 على 10,000 يطلع كام $5 بير دايركت ليبر اب انت بتقسم تحت بالاورز بير دايركت ليبر اب طيب هو بيتكلم على مين على الويل مين الوول ميرور باخد الريت اضربه في اللي حصل في الوول ميرور بس الوول ميرور بس اللي حصل فيها كام 200 يبقى دي اتحملت بايه ب $1,000 سوري يبقى ده خلاص السؤال انزل اللي تحته نفس القصة بس بيقول لك اشتغل اي بي سي وما قالكش هيستخدم ايه في الهاندلنج فهم ال 50,000 دول تكلفة هاندل المفروض حضرتك عشان تشتغل صح تشتغل بالكوز بتاعهم ايه الموفز اللي احنا قلنا بارتس او موفز فهو ده السؤال اللي بقول لك ايه ممكن ما يقولكش الدرايفر ايه بس انت بتنقي بالمفهومية ومن خلال خبرتك في الحل يبقى لو حابب تحسب الريت هنا هتقول 50,000 على كام بقى 20 تاني الوحدة بتتحرك على الخط خمس حركات خمس مكانات 25 500 يبقى 50,000 على 500 يطلع $100 بير موفز تيجي في الوول ميرور هضرب ال 100 في 100 الوحده تتحرك كم حركه هنا 5 5 يبقى 500 دي اي بي سي فين السؤال اللي لازم تسالوه بس ازاي اصلا دي طلع اقل من هو ده السؤال بقى اللي احنا لازم نساله مش احنا متعودين ان الترانزيشن تطلع اقل من الاي بي سي لا الفكره في ايه يا فندم الفكره في انه احنا بنقول الاوفر هيد بتاع الترانزيشنال از توتال تمام بيطلع اقل من الاوفر هيد بتاع الاي بي سي از توتال اللي انت حاسبه ده وان بول بوله واحده احنا جينا في الوحده اللي هي الاقل جينا في الوحده الاقل دي لسه في حاجات تانية تحتها فانت حسبت بوله واحده بس فين بقيه البولات طب هو هنا انا اشتغلت الموفز اوتوماتيك عشان هو هنا ما حددليش هو ما حددليش شغال الثانيه هو ما حددلكش وانت من كتر حل الاسئله هتعرف ان الهاندلنج بتتقاس بالموفز او البارتس هو هنا اللي هاندلنج صح قايل لك ان ال $50,000 دول تكلفه هاندل تكلفة نقل ومناولة ماشي اوكي طيب تعالوا نرجع بقى لفوقيها بقى شويه كده احنا مني خلصنا العمل اللي احنا عايزينه في الاي بي سي اعتقد درس الاي بي سي سهل هنقفله بقى بشويه نظر عندي البنفيت والليميتيشن اقرا يا فندم وقول لي فهمت ايه ما بحبش اقعد اقرا نظر كتير ولا ماشي اول حاجه اكل اوكي
هو اللي انا فاكره من زمان ان هي كانت مور اكوريت، لكن ان هي التكلفه بتاعتها او تكلفه تطبيقها اعلى. برافو عليك، ده اللي انا فاكره من زمان. حاجه كمان مهمه في الليميتيشن، بس ما يخلصوا البنك. بصوا البنفت الثانية، البنفت الأولانية خلاص مور أكيوريت فاستخدمها في البرودكت كوستنج أند برايسنج ديسيجن، فهي مالي تكلفة مش للدفتر، هي تكلفة للديسيجن ميكينج. أحط برايس وأقول أنتج أو ما أنتجش. الثانية بقى برافو عليك، إنه بيقول لك فلوسك بتتوزع فين؟ فالحاجة اللي بتصرف وملهاش لازمة ممكن أستبعدها، أعمل لها إليمينيت أو ريديوس. فالميزه في الاي بي سي انها بتحدد لك، بتقسم اكتيفيتي، فبتحدد الفاليو ادد اكتيفيتي والنون فاليو ادد. الفاليو ادد يعني ايه؟ يعني النشاط اللي بيساهم في تحويل الماده الخام الى منتج نهائي. فده من وجهه نظر العميل نشاط بيعمل له فاليو بيرسيفد، لما انت تعمله هو بيحس بالفاليو بتاعه. لكن النون فاليو ادد ده نشاط بيتعمل في الشركه ولا يساهم في تحويل الماده الخام الى منتج نهائي. فالعميل انت تعمل النشاط ده تعمله بجوده ما تعملوش اصلا هو مش شايفه وما يزهوش. يعني ما ينفعش تقول للعميل احنا كلنا كده يا جماعه نون فاليو ادد. يعني ما ينفعش تقول للعميل ده انا عندي محاسبين في مين، هيقول لك كلمه قله ادب. انا مالي، تمام انا مالي ان انت لو انت تطلع مرتباتهم من فلوسي، انا تطلع مرتباتهم من ربحك لكن مش من فلوسي. فالعميل بالنسبه له احنا نون فاليو ادد. فتلاقي الشركات بتحب تعمل ايه؟ كوست مينيمال، ما يقدرش يجي وجودنا فيعمل كوست مينيمال. مثلا يبقى عنده 3 4 موظفين حسابات ودفاتر، قال لك اجيب برنامج مره واحده واجيب عيل واحد بس يشغل الليله دي كلها. فبدل ما اجيب 5 بتوع كوستنج اجيب واحد معاه سي ام اي فيدور الدنيا كده، فبيبتدوا يوفروا فينا. كل ما هو ادمن بيعمل كده. الريسيرش اند ديفلوبمنت والحاجات دي كلها حاجات نون فاليو ادد للعميل. لكن تعالى بقى الكاتنج، البينتنج دي فاليو ادد للعميل، الاسمبلي فاليو ادد للعميل، تمام. اللي بيسموها ايه؟ الخط دي اسمها ايه؟ بلندنج ولا بلندنج؟ بلندنج. اه فدي بيسموها، فدي فاليو ادد للعميل. من الاخر كده كل ما هو برودكشن اكتيفيتي فاليو ادد، كل ما هو نون برودكشن اكتيفيتي من وجهه نظر العميل بيبقى نون فاليو ادد. لان الحته دي هتواجهنا تاني قدام شويه، اخر محاضره لينا في الكوست هنتكلم عن فاليو ادد ونون فاليو ادد بتفصيل شويه. بس هو في الكتاب مش قايل لك مين امثله الفاليو ادد ومين نون فاليو ادد. وهتيجي في الامتحان يديك بتاع 4 اكتيفيتي ويقول لك مين في دول فاليو ومين في دول نون فاليو، او يديك تكلفتهم ويقول لك اجمالي التكلفه الفاليو ادد واجمالي التكلفه النون فاليو ادد. فتعرفها منين؟ فانت حط في دماغك قاعده، اللي يخص الانتاج او التشغيل فاليو، اللي ما يخصش يبقى نون فاليو. العيوب بقى هم عيبين اساسيين. كل حاجه لها كوست درايفر، الكوست والتايم كونسيومنج. كوست وتايم كونسيومنج الاثنين دول عيب واحد. فين العيب الثاني؟ هو مفيش كل حاجه هتقدر تحدد ليها كوست درايفر. ده عيب صحيح. اه انه بيقول لك مش كل حاجه، يعني مثلا يا فندم فاتوره الميه لو دي من ضمن الاوفر هيد، لو حابب توزعها على المنتجات بتاعتك هتوزعها ازاي؟ اصلا التريس دي ده لو هينفع اصلا، هو ده اللي انا بقوله لك. يبقى دي مشكله ان ممكن يبقى في بنود اوفر هيد بس انا مش عارفه الاقي لها درايف، وخصوصا ان انا عندي كوست بول اللي هي الفاتوره، ما هو الكوست بول بتاعها جاهز اهو الفاتوره، اقسمها ازاي؟ فدي في الحاله دي بتضطر تعملها افريج، بتضطر الا بقى لو عملت ايه؟ لو عملت جرادل وتقول المنتج ده خد كام جرده الميه والمنتج ده كونسيوم قد ايه كام لتر، هتصرف على الحسبه دي واحد يعد الجرادل اللي دخل. دي نقطه. النقطه الثانيه والمهمه اقروها بس حته مهمه قوي، دي كلها كذا اكسبنسيف. غير الاكسبنسيف ما احنا قلنا بقى انه كده انت محتاج تعمل تو ريبورتس، يعني الاكسترنال والانترنال. برافو عليك، هي اللقطه دي انها نوت بالظبط، نوت كومبايل وذ جاب، تمام. ان الجاب ما بيوافقش عليها معايير المحاسبه، ما بتوافقش على الاي بي سي، وبالتالي انت بتستخدمها انترنال يوز فور ديسيجن ميكنج بس. عشان كده انا قلت لك ايه، دي مش بتاعه دفاتر، دي بتاعه قرارات، فالقرارات يبقى مانجمنت. طب ليه ما تبقاش اكيوريت؟ ليه ما يفوقش عليه؟ ما بيفوقش عليه. كتبها لك اهي، قال لك عشان لما تشتغل اي بي سي صح هتحمل كل ما يخص المنتج ده من مصاريف، من ضمنها الحاجات السيلنج والادمنستريشن. يعني المنتج ده اتخزن فخد مساحه في المخزن قد ايه؟ فيبقى تكلفه التخزين وتتحمل. المنتج ده لما ركب العربيه، انا كان عندي حد بيشتغل في كوفرتينو، انا كل مره اقول للناس المثال ده لانه اكتر واحد حكى لي الحكايه دي.
بيشتغل في جوفرتينا فعنده عربيات النقل فعايز يشتغل اي بي سي فقرر انه يقول تكلفه النقله مثلا 100 جنيه اللي بياخدها السواق و100 جنيه بنزين ادي 200 جنيه عايز يوزعهم على المنتجات اللي ركبت العربيه فقال لك انا عندي مشكله انا عندي علب شوكولاته صغيره ما بتاخدش مساحه في العربيه العلبه دي ب 70 جنيه وعندي علب اللي هي الحاجات اللي حاجات زي الوهوز والكلام ده ب 10 جنيه مثلا دي علبه قد كده بتاكل مساحه كبيره في السياره وفي نفس الوقت كلها زي ما انت بتقول 10 12 جنيه فهو عايز يقسم التكلفه بتاعه ال 200 جنيه بتاعه النقل عليهم المفروض ده عشان المساحه على اساس المساحه لانه ما يقدرش يحسبها على اساس المساحه لا لو لان المساحه صغيره الماتيريالتي بتاع الفاليو بتاعها فكان عايز لها ايه عايز يقعد يحسبها بقى بالويت يحسبها بحجم الفوليوم بتاع المنتج نفسه الاسعار بتاعه تمام بالاسعار ايا كان يعني هو كان عايز يلاقي لها طريقه توزيع فهو كده شغال اي بي سي خد تكلفه النقل والشحن كمان حملها ضمن تكلفه المنتج على اساس انه عايز يضمن ان سعر المنتج مغطي كل التكاليف بتاعته لحد ما توصل للعميل طب ما هو محاسبه المعيار ما بيدخلش السيلينج والادمنستريشن والترانسبورتيشن والديستريبيوشن دي تكلفه الانتاج هو هيخلي كل المصاريف بتاعت ان هي كوجز بقى كوجز مفيش غير السيلينج انت بياخد طولي بياخد القايمه كلها يحملها على المنتج عشان يعرف يسعر تمام فعشان كده اشتغلونا بقى يا حد بس فقال لك يبقى استخدمها فور ديسيشن عشان اضمن ان السعر مغطي كل حاجه يطلع لي انكم في الاخر تمام لكن محاسبيا قال لك لا احنا بنحسب الكوكز عاديه خالص فما بنحطش جوه الاوفر هيد اي حاجه برده اي حاجه اس جي ان دي دي مهمه جدا هي مختلفه لو مفتته او قطع حلوه منك طيب جوه ماشي كده غلط هنا يا فندم الحته اللي انا كنت بحكيها لك بتاعه الكوست درايفر ده هو في صفحه الابيع بقى انا برجع اجيب النظر شويه لحته الصفحه ثاني صفحه في الدرس انا دايما هتلاقيني بعمل كده بوديك واجيبك شويه بس لاني بحب اقول العمل الاول نفهمه وبعدين نبقى نرجع نقول النظر بتاعه دي الكوست درايفر اهو قال لك ممكن تبقى اكتيفيتي بيست درايفر ده اللي احنا طبقنا بيه مفهوم الاي بي سي ممكن تبقى فوليوم بيست درايفر وده اللي احنا بنطبق بيه في المعادله بتاعه التوتال كوست بتساوي فيكسد بلس فاريبل وفكره الريليفنت رينج استراكشر كوست درايفر ده بيتكلم على الاستراتيجي او اللونج تيرم بلانز اكسكيوشنال كوست درايفر وده اللي بيتكلم على الشورت اوبريشن زي الريسنت كوست كونسرن مش عارفه ايه ورك فورس كوميتمنت برودكشن ديزاين سبلاير ريليشن شيب حاجات تخص ايه توقيتات تصيب في الاجهزه تمام او اللي بتدخل في الدي تو دي اوبريشن كل يوم حاجه كمان تحتيها انت خلاص قررت ان انت عندك اربع مسببات للتكاليف يا اما اكتيفيتي يا اما فوليوم يا اما ستراكشر يا اما اكسكيوشنال واتفقنا لا احنا هناخد اكتيفيتي فلما خدنا الاكتيفيتي بنينا فكر الاي بي سي تمام بس قال لك تعالى لي بقى انت بتقول انا هقسم التكاليف على اساس النشاط طب النشاط نفسه هيتقسم ازاي فقال لي ان النشاط ده ممكن ابص له من كذا وجهه نظر في انشطه زي ما بصينا في اخر التمرين اللي هو الكبير برافو عليك في انشطه بتتم على اساس اليونت تمام زي الهاندلنج انت بتنقل وحده وحده فقال لك يبقى في حاجه اسمها ايه يونت ليفل اكتيفيتي وفي انشطه زي السيت اب بتتم على اساس الباتش يبقى في نشاط ما بيتقاس على الوحده لازم يتقاس على الباتشاير وفي انشطه بتتقاس على البرودكت كله زي الديزاين لما بتصمم منتج انت بتصمم منتج كامل خط انتاجي كامل مش بتصمم حته حته تمام وفي انشطه بتتم على مستوى الفاسيلتي الفاسيلتي اللي هو المصنع بتاعك كله زي المينتنس بالظبط زي السكيورتي ده نشاط بيتم جوه الشركه بس بيتم على مستوى الشركه ككل مش مستوى المنتج ولا الاداره الانتاجيه ولا الباتشاير التشغيليه فقال طيب يبقى انت لو قسمت الانشطه بتاعتك اللي على مستوى اليونت وحطيت بقى خطه كده بالانشطه اللي بتتم جوه الشركه مين في دول اللي بتعتبرهم مانيفاكتشرنج او برودكشن اكتيفيتي ومين في ومين تعتبره بيريود كوست بيريود كوست المينتنس واللي هي الفاسيلتي لكن الثلاثه التانيين برودكشن صح كده تمام اوكي كده يبقى انا كمان ايه خلصت النظري بتاع الدرس ده
هنروح 10 دقايق بالظبط ونروح 10 دقايق اه والله ده احنا حاجه اكسبكتد خالص هاجي متاخر بقى كل مره انا عايز اسالك سؤال هم قفلوا التكييف ليه مشيوا لا هو انت اللي قفلته انت اللي قفلته لا بس هو خد صوته وقطع مقفول اصلا ده يعني هو لان هي فيها خيال هتبقى دي لا مش من فوق على ايوه كده انت مش انا عارف طب يا جماعه يعني طب ايه بجد عيب المصحف طب ما نغير الكابل يعني واحنا لو غيرنا الكابل هيقولوا لنا حاجه الكابل وسبوره ذكيه وموبايل السبوره كتير والترابيزات بيقولوا والدين هتبقى ديبه حاولوا تساهموا معايا لا بس انا عايز اقول لك على حاجه وده حلو انا قلت للطلبه عندي ان انا هعمل صندوق ندور واكتب عليه تبرع لشراء السبوره والله العظيم هحطه على الباب واللي داخل انا مش وقلت لهم انا مش هحدد ارقام يعني اللي عايز يحط يحط فانا ناوي اول السنه العب اللعبه بنشتغل في شهادة المضروب سي ان مضروب اه يا ريت وانا اول واحد معاك يا ريت انا واحد مش اسهل طب اقول لك على حاجه مش بهزار بقى انا اعرف واحد فاتح مكتب تدريب مش مكتب شركه وليها 3 4 فروع تمام وضرب الشهادة وضربها رقمه بسرعة وضرب مش بهزار وضربها وبيعلم الناس ضربها حاجة أقوى الشهادة لما زمان لما كنا بناخدها كانوا بيدونا دبوس عليه سيم ايه وكده وبتاع فكان بيكلمني يقول لي يا تصوريهولي يا تسلفيهولي ثلاث ايام بس انا عندي واحد بيعمل دبابيس هيعمل له دبوس زيه والله العظيم وقسم بالله الراجل ده لا امتحن ولا كان وكان طالب عندي انا عارفاه يعني حافظاه لا هو بص هو في الاول كان بيدرس وبعد كده بطل دلوقتي بقى لا دلوقتي بقى طيب حد لو لك عنده 4-5 فروع يعني لا وايه بقى بيكتب على نفسه ايه رئيس مجلس اداره مش عارفه ايه مدير فرع ايه مش عارفه ايه في اللي يا لهوي انت اصلا لو سمعت يعني لو انا بني ادم عادي وبقرا حد من الجمعيات اللي هي وهميه اصلا اللي هو مشارك فيها وعضو مجلس ادارتها وانا والله يعني انا واحده منهم بتاعه اللي هي بتاعه افريقيا دي انا دورت وراها وعرفت ان دي ما فيش جمعيه اصلا بتاخد دكتوراه من موظفين كاتب ان هو عضو مجلس اداره جمعيه مش عارفه ايه ليه افريقيه سيبك تنزل وتتكلم لا وفتح فرع عندنا بقى في طنطا وكل شويه الناس تقول لي احنا هناخد عند دكتور فلان اقول لهم اولا انا مش دكتور والله العظيم حاجه بقى طب ما مضربها ومعلقها نجاوب عشان انا حاسس ان انا جاوبت صح انت صح يا فندم مين السيستم اللي بيعمل جريتر نمبر اوف الوكيشن بيز اكتر من الوكيشن بيز اي بي سي امور اكيوريت مش انا كده هروح هي دي اللي بتقولها في اول بتاع اصلا ده اتحور طلعت صح بقى بعد ما فصلتنا ولا طيب in which one of the following independent situation would report net income for the first year be the same regardless of overhead allocation method had been selected هو بيقول لك ان انت كان عندك plant wide rate او departmental rate او ABC rate لو اشتغلت بدي او بدي او بدي مين الوضع اللي النت income بتاعك هيطلع نفسه وانت لو اشتغلت بدي او بدي او بدي الكوست بير يونت هتتغير فالكوجز اللي مكتوبه هتتغير عايز لو نفسه عايزين نقول ان الكوجز هتطلع نفس الثلاثه ف
فالنت انكم هيطلع هو هو في الثلاث طرق امتى لما ايه يحصل طب فين ما عنديش حته وان برودكت انت مش حتى لو وان برودكت انت عايز يبقى فيه ايه لو كله بقى اوفر هيد ما هو الاوفر هيد ما بتكلم على الاوفر هيد قلنا الفاكتشرنج اوفر هيد فيكسد كوست ازاي لا ما هو لو فيكسد هتتقسم اول اندنج انفنتوري اه الفكره بتاعت ايه بالظبط ان انا صرفت 1000 اتقسمه على انتاج ومخزن اسفه ومبيع اندنج وكوست هو انا كده كده فلو لو انا شغاله بلانت وايد او اي سي او هيفرق التكلفه لكن انا كل اللي انتجته بعت وكل التكاليف اللي اتصرفت كلها نزلت حتى لو زياده كان انت موزعها حتى لو زياده وناقص هي كلها ظهرت كلها كوكس الحمد لله ماشي cost allocation is the process of assigning indirect cost to cost object the indirect costs are grouped in cost pools and then allocated by a common allocation base to the cost object the base that is employed to allocate homogeneous cost pool should A المقام اللي انت هتستخدمه لتحميل التكلفة او لتوزيع التكلفة المفروض تبقى عرفته ايه بالبسط احنا في ثالث واحده كوز اند افكت هذا كوز اند افكت ريليشن شيب طيب تعالوا نقرا السؤال على طول ذا اللوكيشن بيز ذات وود ذات ويل موست لايكلي بي بيست فور الوكيتنج ان دايركت كوست اوف ديستريبيوشن فانكشن في الديستريبيوشن البيز بتاعك لو خدت تكلفه الديستريبيوشن فوق المقام بتاعك هيبقى ايه نمبر اوف شيب بالظبط الحاجه الريليتد هو هنا بيختبر دماغك عارف تربط كوز اند افكت ولا لا فيبقى بالنمبر اوف شيب which cost are most likely to be treated as period cost مين في الاربعه دول period لسه ما خدناش البروسيس فاليو رقم 6 و7 و8 الثلاث اسئله دول لسه ما خدناهمش على الدرس الجاي احنا اتفقنا كل مره يبقى فيها اسئله على الدرس اللي بعده the use of activity based costing normally result in لما تشتغل اي بي سي دايما هيطلع لك ايه greater يبقى substantially greater unit cost للو فوليوم دي اللي احنا حليناها سوا انا طالع ايه higher ما انت عرفت الطريقه بقى عشان هي انا عارف ان هي غيره حل بقى بعد حل بعد حل حط التاتش بتاعك طب which of the following statements about ABC is false ايه الغلط اول واحد is useful for allocating market and distribution اه ده هي اصلا بتستخدم في كده فدي مش صح ده صح ما هو جامد الماركتنج والكلام ده هي هو ده عيوبها عيوبها هي بتعمل كده هي بتعمل كده هي بتقدر تعمل كده هي دي من عيوبها ان هي بتعمل كده طب ما يشيل فولس ويخليها من الاول لا دي ما فيهاش كروس اب ستايل from traditional system is that product are not cross subsidization دي صح يا جماعه دي بيقول انه الاي بي سي ما بتعملش كروس سبسيدايزيشن ما هي دي اللي بتعالج الكروس سبسيدايزيشن فدي ميزه احنا عايزين العيب هتبقى بي 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 والله من قبل هي بي فده هو بيقول لك اي بي سي هتطلع اختلاف كبير عن التراديشنال لو هو منتج واحد لا 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 ما هو التكاليف راحت عليه مش هتتقسم هي الاي بي سي بتيجي تعالج عيوب التقسيم فانا مش هقسم خلاص انا هرمي كله على منتج واحد احنا انا اسفه يونت 2 سب يونت 3 يونت 2 سب يونت 3 انت عملت ستاندرد وستاندرد طب معلش بعد اذنك اقفل وافتح تاني واعمل دايما الاسئله ستاندرد وستاندرد يونت 2 سب يونت 3 وستاندرد وستاندرد انا هستناك السؤال ده احنا عملناه اللي هو في الماتيريال واللي بعده كان 500 اللي في الماتيريال ها يونت 2 سب يونت 3 المفروض يتعب 30 سؤال صح اعمل نكست واختار ستاندر وستاندر
ودايما اعملوا كده اختاروا ستاندر وستاندر. ايه وقعت ماشي. هو في ناس بتنزل سيدياية على التليفون، انا ما عارفش يشتغل ازاي على التليفون، بس في ناس نزلتها مرة على التليفون. مش عارف نزل او حاجة صح؟ وصل؟ السؤال رقم 14 because of change that are occurring in the basic operation of many firms, all the following represent trend in way indirect costs are allocated except. النهارده بقى في سموها ايه الصناعه الحديثه، طريقه الشغل اتغيرت في مصانع كتير، يعني من الاخر اتنقلت من المانوال الى الاوتوميشن، وبعد الاوتوميشن كمان وصلت للروبوت ان البني ادمين ممكن ما يدخلوش خالص. فقال لك كل اللي جاي ده ينفع يستخدم طريقه لتوزيع الاوفر هيد ما عدا اول حاجه treating direct labor as indirect in automated factory. المصانع اللي اوريدي شغاله اوتوميشن، العماله دي بتبقى حاجه سنويه، فممكن اعملها على انها indirect لانه اصلا ما بيشتغلش على عندي العامل بيشغل لا مكنه بتشتغل كمبيوترايزد اوتوميتد. العامل هنا بتاع ايه؟ نقل ومناوله صيانه تمام نظافه مش اساسي. ادم قال لي اوتوميتد يبقى المصنع شغال من غير حاجه معينه حلوه في using throughput time. throughput يعني وقت الانتاجيه as an application base، يعني ممكن احطه في المقام عدد ساعات اللي باخدها عشان السايكل تايم يعني to increase awareness of the cost associated with lengthened throughput time. ده بتزود ادراكي لارتفاع التكاليف كل ما فتره الانتاج زادت. هو انا يا جماعه لو خدت التكلفه وقسمتها على وقت الانتاج او طول الدوره الانتاجيه هيديني التكلفه للساعه، انا بقسم على 20 اور تيجي التكلفه للساعه، فالمنتج اللي هياخد 5 ساعات يتحمل بتكلفتهم، واللي بياخد 10 ساعات هيتحمل بتكلفتهم، فبالتالي تكلفته هتبقى اعلى. مش ده هيديك ادراك، لان كلما طالت مده الانتاج كل ما المصاريف بتاعته عليت. يبقى الجمله دي صح ولا لا؟ صح. ممكن استخدم وقت الانتاج كاساس ينبهني او يزيد ادراكي بارتفاع التكاليف المصاحبه لطول الدوره الانتاجيه. بريفيرد بلانت وايد، اكمل؟ لان احنا قلنا ايه؟ ما ينفعش دي، ما فيش بني ادم في الدنيا ممكن يقول لك انا هفضل ان انا استخدم ريت واحد على مستوى مصر. يبقى بريفيرد بلانت وايد ابلكيشن ابلايد تو ماشين اور، يبقى دي اللي ايه؟ اللي وحش. طب تعالى نتاكد ان دي صح. يوزنج سيفرال ماشين كوست بول تو ميجر برودكت كوست اون ذا بيزس اوف تايم ان ماشين سنتر. ان ممكن تبقى اداره ماشين اداره بتاعه تقطيع ومشي كلها مكن واستخدم فيها اكتر من كوست بول لانه فيها اكتر من اكتيفيتي. ده السؤال اللي احنا عملناه 6/11/36. شطوره يا هبه. مالتيبل اور ديبارتمنتال اوفر هيد ريت ار اسايند سوري ار كونسيدر بريفربل تو سنجل اور بلانت وايد اوفر هيد ريت. وين انت بفضل اكتر من ريت على فكره ان انا اشتغل بريت واحد لما يكون عندي ايه؟ various products are manufactured that don't صح، منتجات كتير بتمر على ادارات مختلفه بتستخدم موارد مختلفه جوه كل اداره، يبقى انا عايزه ريت لكل اداره. various products are manufacturing that don't pass through the same departments or use the same manufacturing techniques. السؤال ده ايه؟ لحسبته بايديكم 525 هاير ده تعالوا نقرا السؤال ده. هو بيجيب نفس الارقام كده ولا بيغير؟ لا طبعا. بس اللي انا اقصده ايه يا فندم؟ ممكن اكون انا كهبه بطبعي يعني ما برغيش كتير في الشرح، بس بقول لك تريكات. لو انت ركزت معايا ومشيت ورايا سلمت لي دماغك في الحتت دي في التريكات، وحتى لو يعني انا دايما اقول لك ايه حافظ مش فاهم، لو حتى مش فاهم بس حافظ انه هبه قالت لما استخدم اي بي سي هيطلع هاير، لما اعمل مش عارفه كلمه ايه هاندلنج يبقى هدور على بارتس، او ده هيوفر عليك وقت كتير من كتر حل الاسئله. حتى لو مش فاهم المعلومه هتوصل، هتبتدي تترتب على بعضها، هتبتدي تفهم احنا ليه كنا بنقول كده. فدايما خلي بالك اي شهاده دوليه حل الاسئله، سيبك من الكتاب وسيبك من القرايه وسيبك ان انت تقعد تذاكر وتلخص وتلون، ده كلام فاضي. اي شهاده دوليه حل اسئله كتير، كل ما تحل اسئله كل ما تكسب خبره امتحان وسرعه. تعالوا نشوف السؤال ده بقى.
فاكتوري كومباني ميكس تو برودكت اكس اند زد. ادي اكس وادي زد ديفرنت for the period about to begin 1000 هنا of each unit are to be manufactured. Assume that only relevant overhead item is the cost of engineering change order. X and Z are expected to require 8 and 2 the بتاع change order. X and Z expected to require 2 and 3 machine hour. And the cost of a change order 600. يبقى ال change order الواحد تكلفته 600 per order. If factory applies engineering change order cost on the basis of machine hour. لو هيقسم التكلفة دي على أساس المشين hour. هو المفروض إن أنا أقسم ال change order بالمشين hour ولا بالnumber of order. ده ال activity ال cause and effect بتاعنا. فهو قال لك لا أنا هشتغل إيه machine hour. ولازم احول الاوردرز فول للمشين اور عشان اعرف احسب صح. فقال لي لحضرتك بقى كروس سبسيداي تداخل التكاليف فروم ذس بنت باتر من الغلطه دي كام. احنا اتفقنا لما يقول لي كروس سبسيداي او يقول لي البنت باتر يبقى عايز يقول لك ان كان في حاجه غلط وفي حاجه صح وقول لي الفرق ما بينهم كام. يبقى انا محتاج احسبها مره غلط واحسبها مره صح واقول له الفرق. طيب تعالوا نجرب. لو انا هشتغل عادي تراديشنال الريت بتاعي هيبقى كام؟ هو بيشتغل على ماشين اور صح. طيب هنا 600 واحد 600 دولار للاوردر الواحد وهما كام اوردر؟ 10 اوردر ماشي. يبقى 6000 دولار التوتال. فاكرين ما قلنا كله على كله؟ طيب تحت بيشتغل على ماشين اور كام اور؟ 3000. يبقى كله 5000. يبقى 6000 على 5000 يطلع الساعه بكام؟ 1.2 دولار. تمام. يبقى انا لو شغاله غلط X و Z X كان المفروض تتحمل بكام؟ 1.2 في 2 عملت 2.4 ودي 1.2 في 3 عملت 3.6. خلوا بالكم لو في الامتحان انا مش محتاج اعمل المنتجين انا بس بعمله عشان اوريه. طب معلش لكن في واحد الفرق ليه قلت 5 في 1000 مش 5 في 2000؟ ليه يا حبيبي 2 في 1000 و 3 في 1000 يبقى كله 5000. لا بس انا عندي 1000 واحدة من هنا 1000 واحدة. اه طب ما انا عملت كده خدت 2 زائد 3 في 1000 وخدت دول كلهم وخدت دول كلهم دول 2000 ودول 3000 فيبقى كله 5. خليني اعمل المصوات. لازم اقولك عشان زين. طب تعالى نشتغل الصح. الصح ده انه الريت كان 600 في 10 كده كده على 8 زائد 2 كده كده 600 للاوردر الواحد. فيبقى لما تروح هنا لاكس هتقول ايه 600 في كام اوردر هما؟ 8 بكام؟ ب 4800. ارجع اقسم على 1000 وحده فلاقي الوحده واخده المفروض تاخد كام؟ 4.8. يعني حضرتك كنت حاسب غلط ايه؟ منقصها 2.4. طب تعالى احسب الثانيه زد كانت 600 في 2 يعني 1200 معانا 1000 وحدة يعني المفروض تطلع 1.2 وحضرتك كنت مزودها 2.4 صح؟ يبقى البنات بطل بتاعتك قد ايه؟ 2.4. دي فكرة البنات بطل. احسب مرة على الغلط اللي هو التراديشنال بتاعه مرة على الصح اللي هو الاكتيفيتي وشوف الفرق بتاعك ايه. انت مش محتاج تحسب اثنين واحدة بس منتج واحد بس يحسب اكس قبل وبعد واحسب زد قبل وبعد ماشي. يبقى البنات بطر عندي 2.4. بس الراجل عامل ايه الاول؟ انت عايز البوت صور دي صور.
يلا يا فندم ده اخر سؤالنا حلو لانه ده اخر حاجه ممكن تبقى صعبه كل اللي جاي هيبقى في الهبايه رقم 20 وبقى انا حليت لحضرتك 17 سؤال من ال 30 انا عملت معاك واجب اهو ألف كوربريشن is an assisting living facility that provides service in the form of residential space, meals and other occupant assistance اللي هي OOA بيديك مكان تقعد فيه وبيديك أكل وشوية حاجات تانية. ألف currently use traditional cost account system that defines service provided as assisting living with service output measured in term of occupant days mainly can be eased التكلفة باليوم. Each occupant is charged a daily rate equal to ALF annual cost of providing residential space, meals and OOA divided by total occupant day. كان بيجمع كله ويقسم على عدد الأيام ويطلع average متوسط اليوم. ده على أساس أن حضرتك قعدت وكلت وشربت وخدت شوية حاجات تانية وانت ممكن ما تبقاش عملت الثلاثة. However, an activity based costing analysis has revealed that uses of OOA vary substantially اللي هي الخدمات الأخرى مش كل الناس بتستخدمها بنفس المقدار. This analysis determines that equipment could be grouped into three categories low, moderate and high usage of OOA and that the activity driver is nursing hour. وقال لك بقى طيب النشاط ده لوحده ملوش دعوة بان انت قعدت عندنا كم يوم وكلت ولا شربت دي شوية خدمات مصاحبة فالخدمات دي مفروض تتقاس بالساعات بتاعة تقديم الخدمة. فقال لي بقى the driver of other activity is occupant day لكن الأكل والمكان بتاع النوم الاثنين هيتقاسوا باليوم. The following quantitative information was also provided. نديك كم يوم بنشتغلهم في السنة 60,000 يوم وكم ساعة بنشتغلها في السنة 300,000. بعد كده total annual cost was 7.5 million and the total annual cost of providing residential space and meals was 7.2 million. Accordingly, ABC analysis indicate the daily rate كام؟ معدل التكلفة اليومية كام؟ للهاي أو اللو أو المودر. إحنا مش عارفين. إحنا لازم نحسب الثلاثة ونختار الإجابة الصح. تعالوا بقى نتفق. أنت كان عندك إيه؟ ألف دي كان بتعمل حاجتين. بتعمل residential space ومين وبتعمل OOA. الريزيدنشال سبيس والميل بتتقاس باليوم. طب دول تكلفتهم كام؟ 7 مليون و200 الف وبيتقاسوا باليوم وانت كان عندك كام يوم؟ 60 الف يوم فكانت تكلفه اليوم $120 بير دي والاو ايه 7 مليون و500 الف وبيتقاس بالاورز على 300,000 اور يدي لحضرتك $25 بير نيرسينج اور دول الريتس بتاعتك. ماشي ابتدى يبقى عندك ثلاث انواع من المستخدمين. المستخدم الاولاني اللي هو اللو. اللو ده بيقعد 36,000 يوم من ال 120 و 90,000 كام اور من ال 25 دي هتطلع كام؟ مين كالكوليتر؟ حد يحسب شيلوا الثلاث اصفار 36 في 120 زائد 90 في 25 زائد 90 في 25 ما شاء الله عليكم ده دولار صح؟ انا عايزاه بير داي لانه قال لك دايلي طلب هنا في التمرين دايلي كوستنج ريت
فالداي يبقى انا احسبها باليوم يبقى هقسم على كام يوم هو اصلا اوريدي مستخدم كام يوم 36 هل يطلع اليوم بكام على 36,000 ازاي 2 مليون 6 مليون على 36,000 6 مليون على كام على 36,000 لا 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 يلا يا رجاله الميديم ها شكرا حد يحسب بقى احنا بنكسب ازاي اللي مش عاجبه اللي مش عاجبه يحسب هو معلش يا فندم اتفضل حقك عليهم دول وحشين دول وحشين ده اللي يحضر لوحده ها 23 لا 4 مليون 410 ألف على عدد الأيام على اقسم بقى بعد إذنك على 18 ألف يوم يلا نعمل الهاي يلا يا رجالة عشان تمشوا الهاي ها خمستينا بيوم ايوه سمعني صوتك 120 ما شاء الله عليك دي كلمه السر المره دي هتطلع مره واحده حلوه لا طب نقسم نقسم على 6000 كم 120 الله 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 شو الله 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 أول واحدة أول واحدة صح 182 ونص برافو عليكم زي الله يعينك معلش ده كمان عشان بخلص الساعة معلش ده دغلت بجد وخلص عشان بخلص الساعة ممكن تصور دي عشان امشي عشان امشي صور دي طنطة الثانوية بقى انا كنت غزية ولا تاخدش من طنطة الثانوية بجد والله كل ما بدي يقول لي ايه طنطة الثانوية انا بقول لك ايه انا كنت انا مش كان بعرفش كويس خلاص ده المفروض حد ده تشجعني ان انا كنت طنطة مش كده يلا بعدين هم صادقوا معانا بجد والله على فكره انا عايز اقول لك حاجه انا جبت لكم حلاوه وقعدت اكلتها الصراحه والله العظيم لا جبت حلاوه والله العظيم ما بهزار جبت يعني علبه حلاوه وكلتهم بس طب والله مش بهزار لو عايزه طب انا اقول لك حاجه حضرتك انا كده جمعه وسبت يعني جمعة وسبت وسطنطة بكرة وبعد أكلمي أبعت لا ابعت لي بس على الواتس ابعتوا لي طلباتكم كلها وأنا أبعت أجيبها كلها أصل كمان عدي ده أحسن هو عدي عدي ده أحسن واحد عندنا مش باب الكلية لا 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 مش لا ينفع الكلام أنا لسه قصدي فلوس الكلام فالدنيا مفقودة ينفع بقى نفسي والله مش هزار ابعتوا لي أنا بكرة موجودة من 8 ل 2 في طنطا 8 الصبح ل 2 Sans Corporation utilize activity with mistakes in ABC for applying cost to its two products B and Q. يبقى احنا كده مبدئيا عندنا B و Q. B و Q. بص يا فندم في ايه؟
In the assembly department, material handling cost vary directly with number of parts inserted into product. Adam handling vary directly, تتغير بتغير العدد الوحدات, يبقى دي تكلفة ايه؟ Vary, تغير عدد الوحدات. يبقى انت عندك الهندل دي تعتبر variable cost, وبتتقاس بالبارتس بعدد الوحدات. Machinery is recalibrated and oiled each weekend regardless of number of parts inserted during the previous week. ايا كان عدد الوحدات اللي استخدمناها كده كده هننظف المكن كل اسبوع, يبقى دي تعتبر تكلفة مينترنس. والمينترنس ايه؟ فيكسد. حلو, يبقى في هنا ايه؟ مينترنس, ودي بالنسبة لي فيكسد. طيب both material handling and machine maintenance cost are charged to product on the basis of number of parts inserted. والاثنين بيتحسبوا في البي والكيو على عدد الوحدات. Due to re-engineering of production process for product B, the number of insertion part per finished unit has been reduced. مكوناته قلت. How would the redesign of product of production process for product B affect the activity-based costing of product Q? ازاي لما غير التصميم بتاع بي ده اثر في تكلفه كيو؟ تعالوا نمشيها ايه تاتا تاتا كده, وبعد كده تعرف ان هي ماشيه بمنتهى البساطه. لو قلنا ان بي بتتكون من 10 اجزاء وكيو من 10 اجزاء, لو جيت تحسب الفاريبل كوست بتاعتك, وقلنا الفاريبل دي كانت 2 دولار والفيكسد كانت 100 دولار ودي بارتس بص يا فندم, دي هتاخد كام فاريبل؟ هتاخد كام فاريبل؟ 20, ودي كده كده هتاخد 20, ده فاريبل. ولو حبيت تحسب فيكسد هتاخد الفيكسد ال 100 هتقسمهم على 20 جزء, تمام؟ يطلع الجزء بكام؟ ب 5, هنا 5 في 10 خد 50 دولار, وهنا 5 في 10 خد 50 دولار. في مشكلة؟ لا. طيب تعالوا نغير بقى, هنقول ان البي والكيو, الكيو فضلت زي ما هي 10 والبي قل بقت 7. الفاريبل كوست هنا هتبقى كام؟ 20, وهنا هتبقى 14, صح؟ يبقى لما عدد الاجزاء قلت الفاريبل كانت بتتحسب 2 دولار للجزء, فهنا قلت, لكن كيو ما جرالهاش ايه؟ ما جرالهاش حاجه. لما جينا في الفيكسد بقى قلنا ايه؟ قلنا ال 100 هيتقسموا على 17 جزء. 100 على 17 تعمل كام؟ خليها 8, خليها 8, يبقى دي 16, يبقى 100 على 18 هنقول هتعمل ايه؟ اشمعنى؟ متخلفه جدا. اجزاء 8 اجزاء, ف 8 زائد 10, فبتقسم ال 100 على 18, 100 على 18 يعملوا كام؟ 5 و5 5 ونص. لو جيت تحسبها هنا هتعمل 55, وهنا هتعمل الباقي 45. يبقى ايه اللي حصل هنا في الفيكسد؟ زاد. يبقى فجاه قال لحضرتك لما البي العدد الاجزاء بتاعتها قلت, ايه اللي حصل في التكلفه بتاعت كيو؟ الفاريبل ما اتغيرتش, لكن الفيكسد اتعرجت, بدل ما كانوا كده لا اتعرجت, بقت بتتحمل باجزاء اكتر. فين بقى يا فندم الاختياري بتاعك؟ الهاندلنج الفاريبل هي الهاندلنج اتغيرت؟ الفاريبل هي اللي ما اتغيرتش. في الهاندلنج والريمين اون تشينج, لكن الماشيننج اللي هي الفيكسد انكريز. اشوفكم على خير, يا ريت نحل بقى ده.